في الوقت اللي انضمت فيه الصين لدول الحلفاء كانت الدولة العثمانية قاعدة على جنب كده وقالت ماليش دعوة دول عيال عم اطلع انا منها، يعني بالبلد كده يا محشور بين البصلة وقشرتها ما ياخد الا كملوا انتوا بقى. وبعد ما فكرت شوية قالت لا ما ينفعش كده، انا هفضل قاعدة كده لغاية ما كل حاجة تضع من ايدي. واضطرت تخش الحرب وانضمت لدول الوسط عشان تحمي حدودها اللي كانت مهددة من بعض دول الحلفاء. فضلوا بقى يدبوا في بعض 4 سنين اتحولت فيها الحرب من حرب أوروبية لحرب عالمية. وشهدت الحرب الأوروبية فترتين، اتعرفت الأولى بحرب الحركة والتانية بحرب الخنادق. وزي ما قلنا إن الحرب دي قعدت 4 سنين قالوا ما بدهاش بقى دي شكلها مش هتخلص. قال ساعتها كل طرف أنا ما بروحش لحد اللي عايزني يجيني، وقعدوا في مواقعهم وقاموا بحفر الخنادق على طول الجبهات وتحصينها وتجهيزها. وكمان استخدمت في الحرب دي أسلحة جديدة مثل الدبابات والطائرات. بدأت الحملة الأولى في الجبهة الغربية في 20 أغسطس 1914. استطاعت ألمانيا احتلال بروكسل عاصمة بلجيكا. مش بس كده، دي كمان قدرت تحتل الجزء الشمالي من فرنسا. وفي معركة المارين في 6 سبتمبر قدرت فرنسا أنها توقف التمدد الألماني، وتحول الألمان من وضع الهجوم لوضع الدفاع في حرب الخنادق مع الحدود السويسرية. لكن استطاع الألمان عام 1915 أنهم يحققوا بعض الانتصارات على الحلفاء، فاستعمال الغواصات ساهم بقلب الموازين وألحقوا الهزيمة بالروس. وكمان احتلوا بولندا وحاولوا قطع خطوط الاتصال بين الجيوش الروسية وقواعدها للقضاء عليها. وعلى الرغم من الانتصارات اللي حققها الجيش الروسي على الألمان، لكنهم خسروا كتير في الحرب دي، وتم أسر حوالي 325 ألف أسير من الجيش الروسي، الأمر اللي أضعف الجيش الروسي. وأدى النجاح الألماني على الروس لإخضاع البلقان. وكمان عبرت القوات النمساوية والألمانية نهر الدانوب لقتال الصرب، وهزموهم هزيمة وحشة قوي يا راجل. واستطاع الألمان في نفس العام أنهم يحققوا انتصارات واضحة على بعض الجبهات، وكمان ظلت جبهتهم متماسكة أمام هجمات الجيشين الفرنسي والبريطاني. وكان للدولة العثمانية دور مهم قوي لدول الوسط، لأنها كانت متحكمة في مضيقين الدردنيل والبوسفور، وأغلقتهم أمام إمداد روسيا من قبل فرنسا وإنجلترا. وكمان رد الدول الحلفاء في 18 مارس 1915 بحملة الدردنيل للسيطرة على المضايق، لكنها انهزمت واضطرت للانسحاب نهاية 1915. أعلنت بعدها حصار بحري على شواطئ الشام. اتسبب الأمر ده لسوء الوضع الاقتصادي، وقع صدام بين الدولة العثمانية والوجود البريطاني لطرد الإنجليز من المنطقة العربية. لكن قدرت إنجلترا في النهاية من إحكام قبضتها على قناة السويس واحتلال بغداد. وفي عام 1916 قامت حرب الغواصات، وكان من نتائجها دخول أمريكا الحرب في صف الحلفاء. وفي العام ده اندلعت حرب في بحر الشمال بين الأسطولين الألماني والإنجليزي، ولجأت ألمانيا لإغراق أي سفينة تجارية لتجويع بريطانيا وإجبارها على الاستسلام. وكان من بين السفن دي اللي تم إغراقها عدد من السفن الأمريكية، الأمر اللي دفع الولايات المتحدة لدخول الحرب بجانب دول الحلفاء في 6 أبريل 1917. وكمان خافت الولايات المتحدة من تحالف المكسيك مع ألمانيا لاسترجاع أراضيها، والأمر ده خلى الكونجرس الأمريكي يوافق على دخول أمريكا الحرب. في الوقت ده قامت ثورة البلاشفة في روسيا، ومع وصول البلاشفة للحكم تم توقيع اتفاقية صلح في مارس 1918، وكان بموجبها خروج روسيا من الحرب. والأمر ده خلى ألمانيا كانت بتزغرد عشان تفضى بقى لبريطانيا وفرنسا. وبالفعل سحبت ألمانيا قواتها من على الجبهة الروسية ووجهتهم لقتال فرنسا وبريطانيا. واستطاعت ألمانيا تحطيم الجيش البريطاني الخامس في مارس 1918.